رئيس السيسي يؤكد لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن مكافحة التعصب والتشدد هو التوجه الاستراتيجي للدولة. خلال استقباله رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، الرئيس السيسي يؤكد أن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه. الأمم المتحدة تهنئ لبنان على إجراء الانتخابات النيابية وتدعو لإعلاء مصلحة الشعب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة. كما استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة الحضور في ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدا سيادته أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي. كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب، ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدا سيادته أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة. من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مشيرين إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر، مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة. كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدا
سيادته حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية، وحرصا على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك. كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه. ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن. من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقية، لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي اطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية اجتماعات المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي والتنسيق بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية بحضور محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط وعدد من المسؤولين. واستعرض الاجتماع ما تم من تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الإنتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية وإجراءات التعامل معها. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ضيفي الكريم بعد التحية. ما هي أهمية اجتماعات المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية في ظل الأزمة العالمية التي تمر الآن؟ يمكن المجلس التنسيق اللي تم يمكن بقرار من فخامة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، واحد من أهم الاختصاصات به هو التنسيق ما بين سياستي المالية والنقدية في ظل متغيرات كبيرة جدا بنشهدها على الصعيد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وازاي ان في كتير من القرارات اللي تؤثر على الاخرى، بمعنى ان احنا شفنا يمكن من قبل البنك المركزي خلال الفتره الاخيره رفع لاسعار الفائده، ازاي ان ده بيكون له تاثير على السياسات الماليه من حيث مستويات العجز وزياده فوائد الديون وغيرها من النقاط الاخرى، وبالتالي لابد ان يكون هناك تنسيق ما بين السياسيين علشان نقدر ان احنا نواجه المتغيرات الكبيره جدا واللي بيجي طبعا على راسها الارتفاعات في معدلات التضخم عالميا، واللي اكيد الاقتصاد المصري تاثر بهذا الامر وحدث ارتفاعات في معدلات التضخم الفتره الاخيره. عمليه التنسيق هتدي اكيد
حلول كبيره جدا تقدر ان هي تواجه هذه المتغيرات، لان احنا كمان يمكن حتى على الصعيد العالمي احنا شفنا يمكن البنك الفيدرالي الامريكي منذ لحظات كان اعلن عن وعده باستمرار رفع لاسعار الفائده خلال الفتره القادمه حتى تنخفض معدلات التضخم بالاقتصاد الامريكي. اكيد ده هيكون له تاثير على الاقتصادات الناشئه واكيد على الاقتصاد المصري. عمليه التنسيق في هذا التوقيت اكيد هيكون ليها مردود ايجابي للتعامل مع المتغيرات الكبيره التي تحدث. في اطار هذه المتغيرات في رايك ما هي الخطوات التي تبذلها الحكومه للتعامل مع اي تداعيات محتمله للازمه الاوكرانيه فيما يتعلق بالاقتصاد او التضخم؟ الدوله بتحاول ان هي تتحرك بعديد من الخطوات، على اساسها طبعا اتاحت مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تقديم مزيد من الحوافز والضمانات والتسهيلات، التغلب على مشاكل كان أعلن عنها القطاع الخاص مثل البيروقراطية، روتين ملف الأراضي، تكلفة الحصول على الطاقة، عملية التراخيص، دي كلها من النقاط المهمة جدا اللي الدولة بتحرك عليها، بجانب طبعا تنشيط سوق الأوائل المالية وزيادة حجم الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، وبالتالي الرهان على القطاع الخاص، زيادة حجم الاستثمارات، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات في السوق، العمل طبعا على الرقابة الخاصة بالأسعار على السوق، دي كلها نقاط يمكن الدولة بتحاول ان هي تتحرك عليها بغرض السيطرة على معدلات التضخم، بجانب طبعا الإجراءات الخاصة بالسياسات النقدية. نعم، الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح والوفد المرافق له. توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي، فضلا عما سيتطرق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار. وأشار مدبولي إلى ما نتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة. من جهته ثمن رئيس اتحاد المصارف العربية حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا، مشيدا بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات بنجاح. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد، والذي تجريه قيادة القوات قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام ويأتي في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد، والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع، مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع،
وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها، وكذا جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية. ونجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في هذا التقرير. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لمافيا حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها عن المعلن والمتداول. فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط أكثر من 79 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة وزيت وعدس وفول مجهولة مصدر. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي ثلاثة مخازن للسلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية والدقهلية بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. كما تمكنت الإدارة من ضبط 170 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مطحن للحبوب بالمنوفية قام بحجبها عن التداول والبيع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت في ضبط قرابة 35 طن دقيق أبيض لدى ملك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية قام بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 13 طن ونصف دقيق أبيض معبأ داخل عبوات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالدقهلية بحجبها لبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة بالأسواق. ومع تواصل الحملات الأمنية للتصدي للمتلاعبين بالأسعار تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 122 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بالقليوبية قام بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت من ضبط أكثر من 77 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة وفي إطار مواصلة حملاتها للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 100 طن زيت طعام غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 52 طن ونصف مسلي وزيت ومكرونة مجهولة المصدر قام مالك مخزن سلع غذائية بالقاهرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. واستطاعت الإدارة ضبط 70 طن مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر قام مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأقصر بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وتستمر تلك النجاحات مع تواصل الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مع ضمان استمرارية انسيابية السلع وتوافرها بالأسعار الملائمة للمواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 374 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 61 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 25 طن سلع غذائية، وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 25 طن أسمنت. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 21 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي
تم ضبط 11 قضية بمضبوطات أكثر من 297 طن أقماح محلية. شهدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتور رشا راغب توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية والمعهد الفنلندي للإدارة العامة هاوس، وقد تم توقيع المذكرة بعد مفاوضات طويلة ومفصلة لتضاف لملف الشراكات المتميزة للأكاديمية الوطنية. ويعد المعهد الفنلندي أفضل مطور إدارة عامة في العالم، وتم تأسيسه منذ 50 عاما بهدف زيادة كفاءات الحكومة المركزية والمشاركة في تطوير العمليات والمشروعات بفنلندا. استقبل وزير العدل المستشار عمر مروان بديوان عام الوزارة رامين جاربانوف رئيس المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة، والذي يقوم بزيارة لمصر للمشاركة في مؤتمر مجلس الدولة حول إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفريقية. وخلال الاجتماع استعرض وزير العدل مشروعات الوزارة المستحدثة كمشروع التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم، ونظام إقامة الدعوى عن بعد أمام المحاكم المدنية، ونظامي تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك تحويل الكلام إلى نص مكتوب المطبقين حديثا بالمحاكم الجنائية. كما استمع وزير العدل إلى تجربة مفوضية في مواجهة جائحة كورونا والدراسات التي أعدتها حول الإدارة القضائية لتحقيق أقصى استفادة من مقار المحاكم وإعداد القضاة وطرق تفادي تراكم القضايا خاصة في أوقات الأزمات. حثت مصر جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف. وقالت مصر في بيان لوزارة الخارجية إنها تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي. وشددت الخارجية على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير، مع التأكيد على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي سعي المجلس لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تضع البلاد على الطريق الصحيح. جاء ذلك خلال لقاء المنيفي مع عدد من أعيان المنطقة الشرقية لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا. وقال المنيفي إن العنف سيؤدي لمزيد من الانقسام، مشيرا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت. من جانبهم أكد الأعيان دعمهم للمجلس الرئاسي لتوحيد الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار. هنأ البرلمان العربي دولة لبنان بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح، معربا عن أمنيته أن تحقق هذه الخطوة الاستقرار السياسي الذي يطمح إليه الشعب اللبناني. وأكد البرلمان العربي على وقوفه بجانب الدولة اللبنانية للبناء على ما تم إنجازه من خطوات وتشكيل حكومة وطنية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها لبنان مؤخرا. وأشاد البرلمان العربي بحكمة الشعب اللبناني وقدرته على العبور ببلاده من كافة ما عصفت به من تطورات والحفاظ على استقرار دولته.
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القوى السياسية والكتل النيابية في مجلس النواب الجديد لتأكيد صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول عدد من الموضوعات أولها نبذ خطاب الكراهية. ووجه بري دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فورا بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل إلغاء قانون الانتخابات الحالي للانتقال من الطائفية للدولة المدنية. كما شدد رئيس مجلس النواب اللبناني على ضرورة إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تحفظ حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها، بالإضافة إلى قرار قانون استقلالية القضاء. كان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أعلن النتائج النهائية للانتخابات النيابية. وأسفرت النتائج عن خسارة تيار الثامن من أذار للأغلبية النيابية في مجلس النواب والمكون من 128 عضوا، مع تقدم كبير لحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين وقوى المجتمع المدني. وتضمنت النتائج التي أعلنها وزير الداخلية حصيلة الأصوات في 8 دوائر من أصل 15 دائرة انتخابية، فيما أعلن مولوي أمس النتائج الانتخابية ل7 دوائر انتخابية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه. في بيان لتهنئة لبنان على إجراء الانتخابات النيابية، شدد غوتيريش على ضرورة تشجيع التدابير الرامية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها بما فيها الحكومة المقبلة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته أنقذت الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولته إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي. وأضاف الكاظمي خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أنه بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة. واتهم رئيس الوزراء العراقي البعض بتبني مفهوم العرقلة في محاولة منهم لتكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلا من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي. رصدت قوات الجيش اليمني 75 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها قوات الحوثي أمس الاثنين في مختلف جبهات القتال. أوضح الجيش استمرار قوات الحوثي في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والطائرات المسيرة المفخخة. وأكد الجيش اليمني مواصلة قوات الحوثي استحداث مواقع ونشر مدافع واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. المحكمة الجنائية الدولية تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نشر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا للتحقيق في جرائم ارتكبت خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أوضح خان وأضاف أن الفريق سيساهم في تقدم تحقيقات حول الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وفي تقديم الدعم للسلطات الأوكرانية. وألقت كييف باللوم في مقتل مئات المدنيين على القوات الروسية حسب قولها، لكن موسكو نفت مسؤوليتها وقالت إن أحداث بوتشا مفبركة. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرو وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيادة إمدادات الأسلحة الفرنسية. يأتي ذلك في حين أجرى الرئيس الأوكراني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن الاتصال قد تطرق لمسار العملية العسكرية وعملية إنقاذ الجيش من أزوفستال ورؤية مستقبل عملية التفاوض. وناقش الجانبان خلال الاتصال
الهاتفي طلب حصول كييف على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي فضلا عن مناقشة إعداد الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والسبل الممكنة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن مدينة ماريوبول أصبحت خارج عمليات القوات الأوكرانية وأن الوضع الإنساني فيها سيء للغاية. أضاف البنتاغون أن الجيش الروسي يتصرف بلا مسؤولية وتصعب محاسبته. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 265 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات الجرحى استسلموا في مصنع أوزوفستال للصلب الواقع في مدينة ماريوبول. وأوضحت الوزارة أن كل الذين كانوا يحتاجون إلى عناية طبية نقلوا إلى المستشفى في مناطق سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب لا يستطيع وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مضيفا أن الاقتصاد الغربي يعاني من خسائر كبيرة بسبب القرارات بشأن الطاقة الروسية. وشدد الرئيس الروسي خلال اجتماع مخصص لقطاع النفط على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مصالح بلاده الوطنية. يجب علينا بشكل براغماتي أن ننطلق من الواقع ونتخذ الإجراءات الإضافية لحماية مصالحنا الوطنية والحفاظ على سيادتنا الاقتصادية وأيضا في مجال قطاع النفط، ونولي اهتماما لهذا القطاع بالذات. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن يتحول العالم بسرعة إلى قنبلة افتراضية فيما يتعلق بوفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها والأطفال الذين يعانون من الهزال. أصدرت يونيسف تقريرا جديدا أشارت فيه إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد كان مرتفعا حتى قبل أن تهدد الأزمة الأوكرانية بإغراق العالم في أزمة غذاء عالمية متصاعدة. قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أنها بدأت إجراءات لفتح حسابين لدى غازبروم بنك للدفع مقابل الغاز الروسي على أساس احترازي. وأعلنت إيني أكبر مستوردي الغاز الروسي في أوروبا أن هذا التحرك جاء في أعقاب طلب أحادي من غازبروم لتعديل العقود القائمة بموجب خطة جديدة للدفع مقابل الغاز. اتفقت السلطات الأوكرانية والبولندية على تسهيل عمليات عبور شحنات الحبوب عبر نقاط التفتيش الحدودية المشتركة بين البلدين. كما أكدت السلطات الأوكرانية والبولندية أنه إلى جانب الاتفاق على تسهيل عبور شحنات الحبوب الأوكرانية عبر نقاط الحدود، فقد اتفق الطرفان أيضا على زيادة عدد المفتشين البيطريين البولنديين على الحدود مع كييف من أجل تسهيل وتسريع وتيرة عبور شحنات المنتجات الحيوانية الأوكرانية للتأكد من تماشيها مع معايير الاتحاد الأوروبي. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على حصول الأطفال من عمر 5 أعوام إلى 11 عاماً
على جرعة تنشيطية من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، وبذلك يصبح جميع الأفراد في الولايات المتحدة من عمر الخامسة مؤهلين للحصول على جرعات تنشيطية من اللقاح، غير أن هذا الإجراء لا يزال بحاجة إلى موافقة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. هذا وقد حصل نحو 66% من سكان الولايات المتحدة أو 220.6 مليون نسمة على تطعيم كامل من فيروس كورونا حتى الآن. أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم قلقه العميق إزاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين في كوريا الشمالية. كانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقا إن بيونغ يانغ لم تبلغها رسميا حتى الآن بتفشي المرض في انتهاك واضح للالتزامات القانونية للبلاد بموجب اللوائح الصحية الدولية للمنظمة. أعلنت مدينة شنغهاي الصينية أنها نجحت في خفض الإصابات ولم تسجل أي حالات في كافة مناطقها في وقت ما زال فيه ملايين السكان يخضعون لتدابير إغلاق في كبرى المدن الصينية. وفي مواجهة أكبر تفشي للفيروس منذ بدايته، فرضت السلطات الصينية قيودا مشددة على سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة في مطلع أبريل. وتشمل استراتيجية الصين لتحقيق صفر إصابات كورونا الإغلاق الصارم للحدود وفرض تدابير حجر صحي لفترات مطولة وإجراء فحوص سريعة وعلى نطاق واسع وإجراءات إغلاق مستهدفة. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار على عدد من الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء بأنه إرهاب داخلي، حيث أودى بحياة 10 منهم في بافالو بنيويورك. وقد جاءت تصريحات بايدن خلال اجتماع مع عائلات الضحايا من الذين قتلوا على يد مسلح في متجر بمدينة بافالو السبت الماضي. ما حدث هنا إرهاب. إرهاب داخلي، عنف ملحق بخدمة الكراهية والتعطش الشديد للسلطة. إن تنوع الولايات المتحدة هو قوتها، ويجب أن لا يتم تشويه الأمة من قبل أقلية بغيضة. الشر لن ينتصر، أعدكم، الكراهية لن تسود، السيادة البيض لن تكون لها الكلمة الأخيرة. نحتاج أن نقول بوضوح وبقوة قدر المستطاع إن أيديولوجية تفوق البيض ليس لها مكان في الولايات المتحدة. شارك وزير التنمية المحلية محمود شعراوي في جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وإفريقيا، وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والتي تعقد في مدينة كيسومو الكينية. وعرض شعراوي خلال الجلسة جهود الحكومة في التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتابعة دورية من الرئيس لاستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ. شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الحلقة النقاشية الطريق نحو كوب 27 المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، والتي نظمتها بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف. أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على نجاح يوم النوع الاجتماعي الذي سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ من خلال عملية إعداد مسبقة شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف كالحكومة وممثلي اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وممثلي المجتمع المدني والمرأة والأكاديميين، مؤكدة أن الجميع سيواجه آثار تغير المناخ التي لا تفرق بين دول نامية ومتقدمة. أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الخبراء الدوليين. وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي إن الهيئة تستهدف تبني استراتيجية للحد من مقاومة المضادات الحيوية تعتمد على تضافر جهود الهيئات والشركات المعنية بمجال الرعاية الصحية وغيرها من التخصصات. We'll be right back.
أكد مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي أن المكتبة تدخل عامها العشرين وهي تحتل مكانتها البارزة بين المؤسسات الثقافية العالمية. وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية في كلمة له بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء مكتبة الإسكندرية، أضاف أن الاحتفال يعيد إحياء المكتبة. بعيد إحياء المكتبة يعد تعبيرا عن دورها الرائد في حفظ التراث وتنمية الإبداع وتكسير الفجوة بين الأمم والشعوب، مشيرا إلى أنها تصل شعوب المتوسط والعمق الأفريقي، إضافة إلى البعد العربي والدولي. والآن وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. الجولة الاقتصادية ودينا فكري، إليك دينا. شكرا لك يوسف وريهام، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية. وأشار المركز إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف مصر عند بي بلاس منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة. تستضيف مصر الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هالة سعيد أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما لها من تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974، مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع البنك بلغت أكثر من 16 مليار دولار. انطلقت فعاليات معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب بمشاركة أكثر من 30 شركة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة ومضارب الأرز، وذلك بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر. بمشاركة العديد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مختلف مجالات صناعة الحبوب، انطلقت فعاليات معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب في دورته 22 بأرض المعارض. هو المعرض بتبقى فرصة طيبة جدا لعرض معظم منتجاتنا. احنا حضرتك شغالين في مضارب الرز بالكامل، خطوط كاملة، في خطوط الغربلة، خطوط التغليف، يعني في مجموعة خطوط السمسم، مجموعة كبيرة من العلف وهكذا. يعني عندنا فيزه كويسه قوي بيتجمع فيها كل المهتمين بمجال صناعه الاعلاف والمطاحن وتعبئه الحبوب والمواد الغذائيه، وده كل الكاستمر بتاعنا اللي المفروض احنا بنترجته اصلا بره، فاحنا بنقعد في المعرض هم بييجوا للعملاء، فطبعا دي فرصه كويسه جدا ان احنا بنقدر نتواصل معهم بشكل افضل مع خطوط انتاج، مع مكان طباعه، مع كل حاجه. المعرض فرصه ممتازه بالنسبه لنا ان احنا نيجي نعرض المنتجات هنا، وفرصة كويسة برضو ان احنا نخش في المنافسة مع الشركات الاجنبية اللي في المعرض تحت شعار صنع في مصر. جميع الشغل بتاعنا والمعرضات الموجودة ديت صنع في مصر.
يضم المعرض أكثر من 30 شركة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحبوب لعرض الآلات وحلول التصنيع المتطورة في صناعة الحبوب المتطورة والحديثة. المعرض يمثل تطوراً ونقلة كبيرة لما يتضمنه من تكنولوجيا متطورة في صناعة مهمة تمثل قطاع مهم في الاقتصاد المصري لما يلبيه من احتياجات الغذاء للمستهلك المصري. تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقي 589 جنيه ليغلق عند مستوى 689 مليارا و566 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجاك 30 عند مستوى 10461 نقطة وأغلق عند 10438 نقطة متراجعا 22%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 متساوي الأوزان عند مستوى 1821 نقطة وأغلق عند 1830 نقطة مرتفعا بنسبة 48%. كما فتح مؤشر إيجاك 100 متساوي الأوزان عند مستوى 2758 نقطة وظل مرتفعا ليغلق عند 2768 نقطة مرتفعا بنسبة 38%. أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوباك أن الكويت تستضيف غدا الأربعاء الاجتماع 8 بعد 100 لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين، ويعقد الاجتماع بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلين لوزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء. وأوضحت المنظمة أنه سيتم استعراض التقارير المعدة خلال النصف الأول من العام، ومن ضمنها التقارير الربع سنوية حول الأوضاع البترولية العالمية وتطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وغيرها من التقارير. ختم أخبار المال والأعمال، وعودة إلى يوسف وريهام. شكرا لك دينا. تقدم دار الأوبرا عدداً من التابلوهات الفنية التي تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة والتي تبحر في عالم فنون التانجو، ويأتي ذلك بالتعاون مع فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية التي تعد من أهم وأشهر الفرق العالمية المتخصصة. للمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين. لمياء، هل لك أن تنقلينا إلى الأجواء لديك في دار الأوبرا المصرية؟ مساء الخير عليك صديقتي العزيزة ريهام وعلى كل السادة مشاهدي القناة الأولى المصرية. نتابع هنا من داخل دار الأوبرا المصرية الكثير من الحفلات المختلفة والفريدة على المسرح الكبير، حيث تعاقد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مع فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية على 5 حفلات بدأت من اليوم من الساعة 8 مساء وتستمر حتى الجمعة القادمة، وفي 22 من شهر مايو الجاري ستقام أيضا حفلة على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا المصرية بالأسكندرية. هذه الحفلات مختلفة ومتميزة، ويشارك فيها أعضاء دوليين ومتخصصين جابوا أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأيضا يعني مصر سنة 2019 وأيضا الأردن، ونالت استحسان الكثير من الجمهور، حيث يعني اندمجت الكلاسيك بالمعاصرة من خلال رقصات خفيفة وناعمة وبالإضافة إلى الأغاني والموسيقى المختلفة. أشكرك جزيل الشكر مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين على هذه المتابعة من دار الأوبرا المصرية. والآن إلى آخر أخبار الرياضة نتابعها مع دينا فكري. إليك دينا. شكرا لك يا ريهام ويوسف. وأخبار الرياضة محليا وعالميا، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وأوضح كاف أنه تقرر إقامة النهائي بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب محمد الخامس يوم 30 من مايو الجاري.
تغلب مصر المقص على مضيف الجونة بهدف نظيف. بهذه النتيجة رفع مصر المقص رصيده إلى 13 نقطة في المركز 17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز 15. فاز فيوتشر على مضيفه الاتحاد السكندري بـ4 أهداف مقابل 3 في الجولة 19 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 19 نقطة في المركز 13. تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد فوزه على دون باسكو الإيفواري بنتيجة 39-23 في الدور نصف النهائي من المسابقة المقامة في النيجر. وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم الأهلي بنتيجة 22-11، واستمر تفوق الفريق الأحمر حتى أنهى اللقاء لصالحه. كما صعد الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد تغلبه على فاب الكاميروني بنتيجة 35-21، وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم الزمالك بنتيجة 20-10، واستمر تفوق الفريق الأبيض حتى أنهى اللقاء لصالحه ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل. تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار أقيمت فعاليات افتتاح بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، وتستمر حتى 22 من مايو، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة. وتعد البطولة واحدة من أكبر البطولات العالمية في تاريخ الإسكواش، وتقام بمشاركة 128 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال بمجموع جوائز مالية تبلغ 1.10 مليون دولار. طبعا البطولة دي أكبر بطولة في العالم، 128 لعيب من 27 دولة، كل قارات العالم موجودة، من اليابان موجودة، الصين موجودة، نيوزيلندا، أستراليا، أمريكا، كندا، أوروبا كلها، أفريقيا وجنوب أفريقيا، آسيا، الهند، ماليزيا، باكستان، العالم كله موجود هنا، العالم كله متجمع دلوقتي عشان البطولة دي. الفينيو اللي احنا شايفينه ده فينيو غير طبيعي، مش مكان طبيعي لإقامة بطولة عالم، وفعلا حاجة تفرح وحاجة تشرف كل مصري. البطولة دي أكبر بطولة بتتعمل في تاريخ الإسكواش من حيث الجوائز المالية ومن حيث عدد اللاعبين، ويمكن الحاجة المميزة برضو في البطولة إن احنا بتقام البطولة جوه متحف الحضارات، ودي يمكن أول مرة يبقى فيه بطولة عالم إسكواش أو أي حدث رياضي جوه متحف. النهارده اخترنا متحف الحضارات، واحنا حقيقه فخورين جدا بالمكان، وكل لعيبه جت، الاجانب والوفود الاجنبيه جم يتفرجوا، والحقيقه مش مصدقين المنظر اللي هم شافوه، وربنا يعدي على خير ان شاء الله وتطلع بشكل يليق بمصر ان شاء الله. يعني والله استعدينا البطوله على اعلى مستوى، دور 16 اهو ان شاء الله، كلها كام ماتش ونحقق البطوله المصريه ان شاء الله، وكل لعيب طبعا مصري مستعد ان هو يبذل اسر جهده في البطوله دي، اداء يعني في المتحف ودعم الجمهور هيبقى فارق كبير. ختم أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى ريهام ويوسف. شكرا زينة. اكتشف علماء في بيرو حفريات لتمساح ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ منذ حوالي 7 ملايين سنة. يشتهر جنوب بيرو بأنه مصدر غني لبقايا عصور ما قبل التاريخ، ففي مارس الماضي تم الكشف عن حفريات لكائن بحري بطول 12 مترا عاش قبل 36 مليون عام. والآن إلى آخر أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى دينا فكري. إليك دينا. شكرا لكم، وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة.
32-19، الإسكندرية 28-17، مطروح 27-18، بورسعيد 26-18، الإسماعيلية 32-18. نتحول إلى السويس 31-18، العريش 27-16، طابة 32-21، شرم الشيخ 34-24، الغردقة 35-24، الأقصر 39-23، أسوان 41-24، الوادي الجديد 37-25، شلاتين 35-24، وحلايب 31-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وهذه لقطات هذا اليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن مكافحة التعصب والتشدد هي التوجه الاستراتيجي للدولة. خلال استقباله رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، الرئيس السيسي يؤكد أن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه. الأمم المتحدة تهنئ لبنان على إجراء الانتخابات النيابية وتدعو لإعلاء مصلحة الشعب. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال متواصلة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. توفيق حضرتك النهارده. ربنا يوفقك النهارده ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. يوسف مظبط النهارده المنديل لون القميص. ما هو يوسف انا مش هشوفك غير لما اسكت، يعني لازم يبقى في حاجه. لازم 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 لازم. انت عندك النهارده مبيت او حاجه؟ لا لا الحمد لله. يا خساره. الحمد لله. نقعد مع بعض حبه. اشكركم واستاذنكم نبدا فقراتنا.